بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو بيبسيد. بيبسيد أقراص لعلاج القرحة والارتجاع المريئي. هو دواء يحتوي على عقار المادة الفعالة الفاموتيدين من مثبطات مستقبلات الهستامين، يقوم بإيقاف مستقبلات الهستامين 2 التي توجد في خلايا جدران المعدة، ويؤدي لانخفاض في إنتاج حمض المعدة، وده بيؤدي لزيادة إفرازه، بتؤدي للشعور بالحرقة المعدية. فلما هو بيقلل إفرازه فالحرقة دي بتختفي أو تخف، ويؤدي إلى إصابة بقرحة الاثنى عشر، وده طبعا يما بتقل العصارة المعدية أو الحمض المعدي، فما بيتمش ذهابها للاثنى عشر، فبرضه بيخفف القرحة الموجودة في الاثنى عشر. وهي سريعة الامتصاص. يعني ايه هي اللي سريعة الامتصاص؟ هي مادة الفاموتيدين اللي هي الموجودة فين في الدواء، تصل لأعلى معدل لها في البلازما بعد ساعتين، يعني علاج سريع. وتتميز بيبسيد أقراص بأنها سريعة الذوبان، لذلك يستعمل بيبسيد في علاج الارتجاع المريئي. اول حاجة هنتكلم عليها ايه هي دواعي استعمال بيبسيد. يستعمل بيبسيد في علاج التهاب المريء الارتجاعي وعلاج التهاب المعدة والاثنى عشر وعلاج عسر الهضم. يستعمل بيبسيد في علاج الحموضة وعلاج زيادة افرازات المعدة وعلاج صعوبة البلع عند كبار السن. يستعمل بيبسيد في علاج متلازمة زولينجر أليسون، وأيضا علاج آلام المعدة، فم المعدة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يعالج قرح الجهاز الهضمي التي تسببها العدوى الميكروبية. إيه هي الجرعة وإيه هي طريقة استعمال بيبسيد أقراص؟ الجرعة المعتادة قرص 20 ملي جرام مرتين يوميًا. ويجب على المريض استشارة الطبيب المعالج قبل أخذ الدواء لمعرفة الأوقات والجرعة التي يصفها الطبيب له حسب حالته. إيه هي الآثار الجانبية لبيبسيد؟ الآثار الجانبية لبيبسيد الآثار الجانبية لبيبسيد قد يحدث أحيانا تغيرات في إنزيمات الكبد، وأي قد يكون هناك شعور بجفاف الفم، ويمكن أن يسبب أيضا شعور بالقيء والغثيان. من المحتمل أن يكون هناك فقدان في الشهية، وأيضا صداع ودوخة، وأيضا شعور بالخمول والهذيان، أيضا شعور بالعصبية والانفعال، أيضا شعور بألم في البطن، أيضا انتظام في ضربات القلب. إيه هي موانع استعمال بيبسيد أقراص؟ يمنع استعماله للأشخاص الذين عندهم حساسية زائدة من مكونات بيبسيد. رقم 2، يمكن استعمال الدواء يمنع استعماله في مرحلة الحمل، وخاصة في ال3 أشهر الأولى من الحمل. السبب لأنه بيسبب تشوهات خلقية في الجنين. ايضا يمنع استعماله في مرحلة الرضاعة الطبيعية لانه بيمر في حليب الام ويسبب خطورة على حياة الطفل الرضيع، لذلك الافضل للام الحامل والام المرضعة ان تلجأ للطبيب المعالج، وهو اللي حدد اذا كان يصلح ان هي تتناوله ام لا. في نهاية الفيديو ارجو ان انتم تكونوا قد استفدتم، وارجو من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس وعمل مشاركة للفيديو. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.